بسم الله الرحمن الرحيم. أرد رنتي وأرهن آدي 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 أيام بروا إني وحني دعم مسؤولية دينا وحلا وحي بلا كان عي يوحي شرعي دين بيدا هانو دعي يوحلا وحي قص سومالي لان كسو فول لي سلطي أرهن تاسي وحا مسؤولية دينا قادة يمد حوينا جمهورية دي سومالي لان سببتنا وحويان بارلمكي وحويان ويكشغيين ورضين لفرو سيفي عمل وباسكريين ملحوين وكلا شغيين لفرو قلاء قلتني وكشغيين لفرو ملحوين ومولي وخرش بكل شيء وانا انسيحيي مالك هالكامرين حسبيض وحالله وحر أكسيني فكيرين خالين يكون لفرين حسبيضين لفرو يقو اي سيداتا هاي ملحوينه خير كيلا غبئين وصحيح وصلاة كلها غنقره إساق أيام مدمدوبيين إساق أيام تهنجليين إساق أيام قريه إساقها إساي حدا ملحوينه وحو سمييي ورغدي أو كل عدي حفيز كيس أيوبا قديت الكو سمييي خيانة غرام بو سمييي بين بغرق روشيغي بارلما كو بين روشيغي وقتي قديم أنكو هستيقوي بين تواطي سلا كوسو أصر ديب ملعاتيني إسلاويقا كان وضي أبتقى يا كوري قاب كدون يسين حدين مدحوينه يدي حسبية دي عما ورده بعلى فرية قاب كده يكو دون يسين بس الوريد الصومال اللي أنا أقول بعربي حسبية المشكلة كلها فين مدحوينها حاجة كلام ربي يوصل لي قول يري هو سؤال يحير كي وديده شرطة يعني شرطة بدمي حضر مدحوينه يصير سلاسة لي أي أنا أنت بعلمة كلا غيبي يسجع يسكب لي يسجع أو يشدني سؤال تاعي أجستشين ما دام هو دور شكل مستي ما دام هو هدي اللي بليه هاي إن أي دعبي إن أوكر غيبي بيشي سي أم دحويه صدرنا دي سوير أول وقوة يريد أنا مانتا فركوا هاي نسوير ورجع عندي زكاة بحي وبيلي هبرك على كم حين وضبك جرب حيش جوا ها كك دهن دحويه وحي كم صور طي شرعي الضراء كرة سيما ونصما يستو كينا وحو مري والله عدين إن المدحوينه خيامة قرن كود عاي مدحوينه وخيانة عدين سيدة قرالك كم مقتص قال يطوان مع الموت قدهود أيو كصحي حي حير كان وسوع لي وحكو عدين يا حكومة ضيضة هذا الشيء وزير كيف ورفافين كوري أيا شيء حير كان سيئين ونغن قليه مدحوينه ووقتي في كل عاي ورغدا ان اي فكري تايوها عاديين وزير كوري يستقعكو هاللي يستقعفك حكومة داكو هاللي سيدا لاجل يدوها عاد منحوينو انو خيانة غير سمي وحالا يدولدن يلافك يدسكك عاديكي تاسي تاوي انو وحالي هاي منحوينو وحوية ضلك يستقع شرعية كفدي انو قاسك عمورو ايينو كالغايبيو ويقدي ولك شيدانا والله ممي منحوينو هاردو رشاكو وستينو كوربتينو سميستو إيوه إيه سنة لين تيجي دمك على دروه وعرقلت كل سنوية عبد الرسال خليف أو سنوية بارلم كوجيني حتى قالين كل سنوية وبارلم كوجيني أو بارلم كبابو أو بيلي درفيدو أنت قول إيه كاي سين كل سنة سين هذا سنة لانه هو كلا يعطوه من حوله كشغيني من حوله وحكش غيني يا مانتا حسبيني وهدي على بلي دور شو وديارها وهدي على بلي هاي مانتا وديارها إيه دور شغلان
ayaad ku sugan tahay doorashooyinka Soomaaliya iyo kala xulista xildhibaanada Soomaaliya ayaad ka shaqeynaysaa arrimaha Soomaaliland ee doorashada iyo arrimahan dadku waxay weydiinayaan maxaa ka galay maadaama doorashooyinka Soomaaliya ka shaqeynayaan Muqdisho arigu nabadayn baan u jeegaa Muqdisho doorasho kama shaqeynayo nabadayn tan waa tii aan gudbaan u tagi jiray waa tan halka u tagi jiray waa qaraaf ku dhan u jeeda laakiin soo irgooyinka waxaan ka shaqeynayaa iswahaynta aniga waxaan ka shaqeynayaa midnimada Soomaaliland waxaan ka shaqeynayaa horumarka Soomaaliland waxaan ka hadlay waxaan ka shaqeynayaa midnimada Soomaaliland iyo waxbarashadeeda waxaan ka dagaalamayaa in la kala qaybiyo Soomaaliland waxaan ka dagaalamayaa in faragelin lagu sameeyo anigu meesha tan waxaan u joogaa nabadayn baan u joogaa dadkaygii iyo haddii aan laga leeyahay inay Soomaaliya iyo Muqdisho dowladdu uga malato waxba kama qabo laakiin anigu kama shaqeynayo maanta wax Soomaaliland lidi ku ah wax kala qaybinaya wax dhibaato u keenaya laakiin waxaa faraag kula jira madaxweynihii ummadda dooratay ee sharciyadii xeer baa madaxweynuhu uu soo saaray in dadka ka qaybgalay siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha la xidhiidha aan dib loo cafiyi doonin xeerkaasi inuu ku saameynayo ma ogtahay wax alla wax isaameynaya ma jiraan madaxweynuhu isagu xeer ma curiyo xeer dejin maaha qofku xorriyad buu leeyahay dastuurku qoyanuhuusi wuxuu siiyey oo fikirkiisa iyo arrinkiisa iyo xarakaadkiisa iyo shaqadiisa u madax banaaneynayo madaxweynuhu kama dikriyta kuma soo saari karo kama qaadi karo qofka hadduu dembi galana hay-adaha sharcigu iskoodii ugu madax banaan yihiin inay qabtaan waxa weeyaan sharcigii uu abuuskaraynayo waxay caddaynaysaa dictatornimadiisa waxay caddaynaysaa maxkamaddu inaanay madax banaanayn waxay caddaynaysaa baarlamanku inaanu madax banaanayn isagu xeer ma curin karo qof xuquuqdiisa ma qaadi karo kuma soo saari karo jaahilnimada iyo haddii aan laga leeyahay askarinimadan aan tababarka qabin ee wax walba qaar kale iskaga dumaya markhaati ka tahay caalamka la arkaya aad iyo aad baad mahadsantahay boqor cusmaan ow maxamuud buur madow ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu waramayay.